شنو مشكلة الكري في تونس؟ برشا يتحدثوا على الكري شنو بالضبط فهم؟ الكري بالنسبة للكري شكون اللي كاري توا؟ كان الزوالي اللي عنده 4 و5 و6 صغار و7 صغار هو اللي كاري فهمت؟ توا اللي يبدا لاباس عليه يبدا كاري ما يبداش كاري بالنسبة للمعيشة نفس العملية فهمتني؟ تابت السوق تبدا تفرج شوف بعينيك وتروح على روحك. الكاري ثم اللي يخدم ثم اللي ما يخدمش، مربي توا يخدم هكا يساعد الكرا، واللي ما يخدمش ايش يعمل؟ يسرق ينهب يخطف شو باش يعمل؟ النهاية ما شو باش يولي يتلز يسرق ويخطف ويفك ويعمل ايش يحب هو. بالنسبة للسياسيين، السياسيين راك تشوف كل يوم في البلاتوات كل يوم ضربوني وعرك وكذا فهمتني واحد، وما همش لاهين بالشعب ولاهين في الكراسي لاهين في الهموم نتاعهم الزرقاء فهمتني؟ ولهذا الشعب مسكين وكلا في جنبه ساكت وكهو فهمتني؟ كهو خويا العزيز. يعني اليوم الزوالي يعاني واليوم الزوالي يخدم على الكري؟ بالطبع الزوالي يعاني ويخدم على الكري، ماشي تاك تشوف تو بعينيك تاك تشوف هاك تشوف فيهم هاك تشوف فيهم عمليات كر وفر ما بينهم وبين الشرطة البلدية باش يلقط رزقه باش يخدم يلقط 15 دينار يخبيهم هذاك نتاع الكري هاك تفرج فيهم هاهم ساكن ها عملية كر وفر، علاش ما يخدموش هذوما؟ علاه؟ فهمتني؟ ما يخلوش يخدم، يلزوه باش يسرقوا باش يخطفوا باش ينهبوا باش يعمل كل شيء، فهمتني؟ والآخر كما قال لك يضرب فيها 5 و10 ملايين، وراخد شاد لي كرسي، يتعاركوا على الكراسي ويتعاركوا على المنصات ويتعاركوا على الهموم الزرقاء نتاعهم هذه. مش غالي، غادي من غالي. أنا ولدي باش يعرس ما نجمش يعرس خاطر الكري أكثر ياكل الشهرية، واضح؟ انتهى. دونك غالي بشط شيء غريب شيء غريب شيء غريب احتكار رغم اللي ثم برشا محلات مسكره ما غالي شيء غريب الكلي طلع بشيء خاصه السنين الاخيره بعد الثوره طلع الكلي بشيء غريب يعني اليوم نعرفوا اللي فما عوده مدرسيه الطلبه اليوم يلقوا صعوبه في ايجاد يعني البيوت للكراء ايه مش صعوبه بركه يلزمهم يسكنوا 10 في شمبر يعملوا فرش فوق فرش فوق فرش ايه ما إنسان داخل المدينة باش يجي يسكن هنا مسكين وكاهو، ليه؟ حالة يرثى لها، غالية بشكل غريب معناتها، معناتها الزوالي مش مشى تحت الأرض، غادي 200 متر تحت الأرض، مشى غالية ماشي نجم يعيش، ممكن الهواء باش يدفع عليه تاكس تو، هذاك شو مزيان؟ مواطن عادي اللي يخرج في 500 600 ما ينجمش يكري، لور يلزم الحاكم يعمل حل للسكان اللي ما عندهمش. يسكنهم سكنة شعبية معناتها سكنة أقل ثمن الحاكم هو يتلفت بالشيء هذا خاطر الأزمة الاقتصادية طايحة محل المرض هذا نتاع الكورونا يلزم الحاكم يعمل كيما قبل الشراكات وناس تشارك وتاخذ محلات شعبية. علاش الكراء يعني زيد في تونس؟ علاش الكراء ارتفع؟ شنو السبب؟ ارتفع خاطر جميع الاداءات ارتفعت، المعيشه ارتفعت. اوتوماتيكمون الكراء ارتفع كما المعيشه. يلزم الحاكم ياخذ قرار ويعطي مساكن شعبيه للعباد باش نجم تخلط تسكن. الكراء طلع برشا. معناها ولا الدوبل والتريبل زي فوق. وماشي ويزيد. أنا حسب ما نشوف فيه أنا توا الكاري ما عادش يوصل باش يعيش. لا ينجم يقري صغار، لا ينجم ياكل، لا ينجم يصرف، لا ينجم يعمل حتى شيء. معناها حليلو الكاري وكا هو. هذاك اللي إن شاء الله الدولة تلقى لها محل وتتنظم البلاد.